السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في مدينة صغيرة بجانب باد جودسبرغ. لا يبعد عن باد جودسبرغ سوى أنك تقطعون النهر إلى الضفة الثانية. نحن اليوم في مدينة كونيكس فينتر، مدينة مشهورة بالسياحة ومشهورة بالحمير. لا تقولوا لي إيش، لأني أنا أول مرة أشوف أو أدري بهذا الموضوع، وتفاجأت أني كل ما مشيت شوي حصل حمار، تمثال الحمار. فسألت شو حكاية الحمير في هذه المدينة. خلونا نروح نسأل، ولكن قبل ما نسأل لازم نملي بطننا وناكل إفطارنا. جلسنا في مقهى تركي ومطعم علشان نفطر. جابنا الشاي، طبعا هذا المطعم كان جدا حلو لأنه هذا المطعم بيسوي لك إفطار حسب ما تطلب. طلبنا شكشوكة وطلبنا سلطة وطلبنا الأجبان، وكمان في شيء هو يعمله مميز في هذا المطعم انهم يخبز لك قدامك وانت قاعد، تخبز لك اللي تبغاه سواء كان بالجبن او بالسبانخ. ونحن قاعدين قلنا فرصة ان احنا نسأل على حكاية الحمير، فسألنا التركي ايش حكاية الحمير الموجودة في المدينة، ليش في كل شارع موجود حمار، يعني موجود تمثال حمار مش حمار. فقلنا الحكاية، الحكاية ان هذه القرية صغيرة وشوارعها ضيقة، وكذلك كمان في جبال، في 7 جبال موجودة في هذه المنطقة المحيطة، وكانوا زمان يركبون الحمير في هذه المنطقة، يعني التنقلات في هذه المنطقة كانت بالحمار حتى الشوارع. فقال لنا شيء، قال إنه إلى قبل 10 سنوات كانوا ما زالوا يستخدمون الحمير في تنقلاتهم، سواء كان في تنقلاتهم في الشوارع في وسط هذه الأزقة الضيقة، أو كان في طلوعهم إلى الجبال. هذه هي حكاية الحمير، لذلك هم قدروا الحمير وعملوا لها في كل شارع تمثال. زي ما خندا زي نوا أم زون تاج نوا يا زمس تاج أو زمس تاج أو ده فاية تاج تعمله فريش ديك الساعة أمامنا، تحطوا هذه الطاوة جنبكم وتجلسون برا تاكلون براحتكم. وهذا الصاج، هذه مدينة كونيكس فينتر، موجودين هم هنا، وهذا عنوان محلهم. هذا المحل أفندي جالدين، تحط عليه جبنة. فينشيا كيز إز ذس موزاريلا. This is the feta cheese, gouda cheese and mozzarella. آه دراي كيزل. ثلاث جبنات تعمل، موزوريلا وجودة وفيتا البيضة، ثلاث جبنات مع بعض تحطهم في العجنة وبعدها تحطه على الصاج. شو كيف حاطته على الصاج بهذه الطريقة. هذا طبعا طلبيتنا احترق شوي. ريحة حريق يا جماعة. لا ننحرق، فنانة والله فنان. بعدين تحط له زبدة، ذس از بوتر يا بوتر، زبدة تحط له زبدة بعد ما تطلعه. شوفوا كيف ما شاء الله فريش.
كافير ولا كافير. شوفوا كيف قط هذه الجبنة طعمها الآن روعة 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 روعة. واو واو سخنة ولذيذ حامي سخن. لك لذيذ ساخن ما شاء الله. وثلاث أجبان خلت طعمها حلو. هذه جنب الطماطم والشاي والبيض كل شيء. وتعالوا معي ونكمل رحلتنا في كونكس سنتر. بحط لكم رابط الفيديو تحت علشان تشوفون الفيديو اللي عملته على هذه المنطقة في دراخن فيلم. هذا الشارع بيوديك إلى قصر دراخنبرغ. عفوا. ومن الأماكن السياحية اللي ممكن تزورونها في كونكس فينتا شلوس دراخنبرغ، بالإضافة إلى دراخن فيلس وكذلك دراخن فيلس بان، بالإضافة إلى ناتور بارك زيبن جيبرغ والسي لايف حق كونكس فينتر. وأنا بحط لكم تحت في صندوق الوصف روابط لفيديوهات عملتها من قبل عن هذه المنطقة وعن كل هذه الأماكن اللي حكيت لكم عليها، بتحصلونها تحت في صندوق الوصف روابط لهذه الأماكن. شوفوا الحمير في كل مكان برضه هنا كمان. هذه الأماكن اللي يعون فيها الأشياء السياحية. المنطقة هذه منطقة سياحية بالأصل. فنادقها زي هذا دراخن فيلد هوتيل. هذا مطل على النهر ممكن الواحد. وهذه الساحة وهذه الكنيسة وهذه شتات كونكس بنتر وهذا نهر الراين. شوفوا هاي المنطقة والترام رقم 66 المتجه إلى باد هنف. شو يجي بهذا المكان، يمشي إلى على النهر، على نهر الراين. ممكن تجون فيبو إلى هذه المنطقة كونكس فينتر. وطبعا مثل ما قلت لكم الحمير في كل مكان عندهم. هذه منطقة الحمير، بصور لكم هنا. شوفوا برضو حمير، شوفوا كيف عاملين نصب تذكاري للكل. كل مكان بتحصلون هذه التماثيل الحمار، قدروهم انهم كانوا زمان يستخدموهم. شوفوا كيف الله، روعة المكان، روعة فعلا روعة. وهنا المقاهي وهذا النهر وهذا اليوم الجو روعة، الجو حلو، له حر وله شتاء، درجة الحرارة 28 يعني روعة. وهذا إذا تحبون تطلعون مركب من هذا المكان، هنا مكان التيكت، هذا النهر وهنا المحطة اللي ينزلون منها الناس. القطار ينزلك في هذا الأول، ترام ننزلكم في هذه المحطة. وفي هنا كمان سي لايف للي يحب. واليوم طبعا حفل وموسيقى، صادف يعني مش كل يوم طبعا. وأخيرا أقول لكم تشوز.